هذا الحي هذا حي الفرح بطالة اللي هو عنده تقريبا فوق 60 سنة. هانتوما كتشوفوه كي داير مهمش، شوفوا دور صور اخي، شوف صور انت، لا بولات لا دو لا طريق لا قدرون لا شانطيات لا حتى شي حاجة. الوليدات هما مكرفسين ضروري، هاد العافية شعلات هنايا اللي كانت سبب باش تلاقيناكم وجاو الناس كاع شفناهم اليوم. هاد العافية هادي دايرها واحد كيما كيقولوا دوك الميخال دوك البواعره، جا دور هنا واحد 200 300 متر استولى عليها ودار فيها داك الشيء ديال الميخاله. الارض هي ديال الدوله، هو كاري واحد البيت لداخل فين داير داك الشيء وخلص استولى على هذا الشيء. والناس هنا ديال الحي مساكن عيا وما يهضروا، هو السبب الحريق راه الميخاله راك عارف، قالوا شي تيقولوا شمعة، واحد مول الشيرة ما كاينش هنايا، قال لك شي شمكار تما شحال العافيه، شي شمكار شعل العافيه شعل شي شمعه وخلاها ما عرفتش. وانت شتي كانوا غادي يخرجوا على هاد الوليدات هادو، ديور كلشي كان غيتحرك، كلشي كان غيتشاد، ديور كامله ديور كامله شتي حاضر. اي انا كنت حاضر، انا كنت حاضر. السبب هو كيقولوا شي شمعه كان شي عبد تما وشعل شي شمعه وشعلات العافيه، اتصلنا بالبندقية الله يكرمهم، دور لي مور العشاء باش نص ساعة، حنا ناقفين حتى كنصوت مور العشاء باش نص ساعة، وجاو رجال المطائف الله يكثر خيرهم وهذا وعملوا المجهود ديالهم. بحال هكذا لا ما نظنش، لا لا خاص شي حد من البومبيه، واقيلا من الناس ديال البومبيه خاص شي واحد، خاص شي حد من الناس ديال البومبيه هو اللي كان تكون واحد شي كوماندار ديالهم ولا هذا هو اللي كان خاص شي اصابه بالغه، شي لا شي شويه تحرق ليه دار تحرق ليه شي شويه شي شويه هذا شي شويه وعملوا مجهود. خويا نجيك من الاخر، هاد العافيه خويا واحد الناس هنايا كدبر على راسك كتبيع وتشري ميخاله، بمعنى كتكوك كتشريها من الزنقه كتهزك وتبيع وكتشري. جابوا واحد الناس اللي هما مسؤولين سناو لهم ورقه، خلاونا عايشين هنا في الوسخ اخويا المرض، هذا هو اللي كاين، خلاونا عايشين هنا في الوسخ ياك، هما داو الفلوس خلونا عايشين هنا في الوسخ في التهميش، نهار كنهار نهار نهار كنموتوا نهار كنضيعوا. انت اخويا التراب وكدا وكا ابار هادشي هذا، حنا بغينا والو، بغيناش فلوس ولا لا فلوس غير الدنيه، حنا بغينا الدراري هادو يتنقدوا ونتنقدوا حتى حنا ونعاونوا والدينا الزونة، إلا كانوا غيهزونا بإذن الواحد الأحد ماشي هما اللي غيهزونا. من أقدم الأحياء في مدينة سالة، بطانة ما كانتش كلها لا السفلى لا العليا، أول حي في بطانة كلها هو هذا الحي هذا. كي عنده تقريبا أكثر من 60 سنة هذا الحي، وأهمش حي في بطانة وفي سالة كاملة، سالة كلها أهمش حي هو هذا، وأقدم حي هو هذا. حنا عايشين هنايا مكرفسين، الوليدات مكرفسين، ليس بشيء اخر، الناس مكرفسه والله ياخذ الحق، كاع اللي كيدير اللي دار فينا تكرفس علينا تكرفس الله ياخذ فيه الحق.